سلامة عندها ابتسامة تدل على قلب طيب، لكن هي في الحقيقة ربما يكون غير كده، لكن على الشاشة هي طيبة. والله أنا أشك، أنا أشك، أنا أعتقد إن قلبها طيب. حتى عليا أنت أنا متهيألي قلبها طيب. أنا برضه أنا اسمع اسمع يا أستاذ حمد، اسمع أنا الأمل اللي جاي، أنا الأمل اللي جاي. قولي قولي لي ليه اخترت المساحة الإنسانية دي في شغلك؟ والله يا أستاذ حمدي، أولا أنا سعيدة جدا إن أنا بحتفل معاكم النهاردة بمرور 10 سنين، والنهاردة وهم بيقولوا إحنا هنعمل احتفال كبير في صدى البلد، جه قدامي تاريخ مهم جدا، 18/9/2016 هو ده تاريخ أول ظهور ليا على شاشة صدى البلد. هي. وده تاريخ غالي جدا، وأنا بعتزم عيد ميلادك التلفزيوني جدا، وانا عيد ميلادي كمان في شهر 9، فانا كنت بحتفل الشهر ده جدا، فعلشان كده اليوم ده غالي عليا قوي. وانا من يوم ما دخلت، بما انكم بتتكلموا عن الانسانيات، انا اولا عندي شغف كبير جدا لشغلي وبحب شغلي، وهنا بقى في عندي حماس زياده. ليه؟ لانه بلاقي طول الوقت ان احنا، يعني كنت جاي اشتغل لقيتنا جوه بيت، يعني بحكم الوقت اللي بقضيه هنا الطويل جدا، بقى كل الناس اللي هنا هم اهلي وصحابي، لاني بشوفهم اكتر ما بشوف كل الناس بره. فبقى في ناس بتشجعك طول الوقت، ناس في ظهرك طول الوقت، ناس بتقول لك برافو يلا كمل. ما فيش خلاص. يعني الحمد لله انا في حته لوحدي، يعني اللي هو بيتقال لي برافو يعني عندك اكسجين كفايه. ايوه مكمله فيه نفس يعني.